وتسخير الدبلوماسية الموازية لخدمة ملف الصحراء يقين تؤمن به الهيئات السياسية. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي وقع مع الحزب الاشتراكي البلجيكي اليوم ببروكسل على اتفاق إطار للتعاون يهدف إلى تعزيز الحوار والتشاور السياسي الثنائي لم يترك الفرصة تمر دون التطرق إلى تطورات الملف. زهير الدودي. إطلاع أعضاء البرلمان الأوروبي على خلفيات العداء الممنهج من قبل حكام الجزائر ضد مصالح المغرب وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، موضوع تصدر مجمل اللقاءات التي أجراها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هنا في بروكسل. فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية، نحن جميعا في تناغم وانسجام تام خدمة لها. طبيعة الحال جلالة الملك هو القائد، وبالتالي كل خطب ديالو التوجيهية لا يمكن إلا أن تكون معبئة ومحفزة لكي نقوم جميعا بما هو مطلوب منا. ومما لا شك فيه أن الحمولة الخطاب البارحة حمولة قوية. وإضافة إلى طرح آفاق تطوير العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي مع العديد من المسؤولين الأوروبيين، وقع المسؤول الأول عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي اتفاقا يرم تعزيز ودعم الحوار والتشاور السياسيين، تنسيق المواقف في مختلف الهيئات الإقليمية والأورومتوسطية والدولية، هدف مركزي ينص عليه الاتفاق. C'est dans l'intérêt de notre parti d'avoir un partenaire important dans un pays important du monde arabe. من مصلحة حزبنا أن يكون له شريك مهم في بلد مهم في العالم العربي، علما أن المغرب تربطه ببلجيكا علاقات تاريخية، والهدف من ذلك هو الفهم الجيد لجميع التطورات التي تعرفها المنطقة التي تكتسي أهمية قصوى في التوازنات السياسية العالمية. الاتفاق هو أيضا في مصلحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي بإمكانه الاستفادة من تموقع حزبنا في بروكسل لتوسيع نطاق علاقاته الدولية. إدريس لشقر الذي قاد وفدا مكونا من أعضاء في المكتب السياسي واللجنة الإدارية للحزب زار أيضا مدينة ليج وعقد لقاءات مع مناضل الحزب والطاقات المغربية المقيمة في بلجيكا، وذلك في أفق تأسيس فرع للحزب في الأمد القريب.